الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، الحمد لله حمد المسبحين العارفين، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. حجاج بيت الله الميامين، تحية طيبة مباركة نزفها إليكم مقدما من البقاع المقدسة. وكنا قد وصلنا إلى أخطر محطة وآخر محطة قد يجد فيها الحاج مشقة عظيمة جدا ليجسد معنى الحج المبرور الذي قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الحج وبأحسن الحج. إذن وصلنا إلى منى، أعمال منى من أجل الأعمال التي يقوم بها الحج. لذلك ذهب جمهر من علماء الأمة إلى القول بأنه الحج الأكبر، سموا يوم أو منى أو الأعمال التي نقوم بها في منى في يوم النحر سموها بالحج الأكبر. لماذا الحج الأكبر؟ لأنه ليلته عظيمة ويومه عظيم. أما ليلته فجزء من الليل قلنا يكون فيه الوقوف بعرفة الذي هو وقوف الركن، ثم بعد ذلك موجود المبيت بمزدلفة، وقلنا أنها ليلة عيد، وأمرنا الله هناك بأن نكثر من الذكر على نعمه وعلى نعمة الهداية خاصة. ثم بعد ذلك نهاره كله خير، فهو يبتدئ برمي جمرة العقبة الكبرى، وأنت ترمي هذه الجمرة فإنك ماذا تعلن؟ عداءك للشيطان. صحيح نخضع في بعض الأحيان لوسوسته، صحيح نمشي في بعض الأحيان إلى يعني في اتجاهاته، ولكن الأصل فينا هي طاعة ربنا تبارك وتعالى. هناك تعلن عداءك للشيطان بأمر من ربك، ترمي هذه الحجارة لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. هذا هو الذي نريد أن يفهمه الحاج. فالمسألة ليست مسألة حجر نرميه بحجر، وإنما المسألة طاعة ربنا تبارك وتعالى. إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، هكذا أمرنا الله تبارك وتعالى. أيضا قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين كان يأخذ ابنه للذبح، فإنه الشيطان اعترض طريقه فكان يرمي عليه الحجر. طبعا قصة سيدنا إبراهيم يتناولها الناس وكأنها لا شيء، ولكنها أعظم البلاء أن يذبح الإنسان ابنه. وقد تعرض لوسوسة الشيطان، وكان الشيطان يمل له ويقول له بأنها مجرد رؤية، فكيف تذبح ابنك من أجل رؤية وهكذا. ورغم هذا يعني صدع لأمر ربه، ورأينا صبره كان صبرا جميلا، صبرا لا شكوى فيه. الحاج هنا ماذا تأخذ أنت من كل هذا وأنت ترمي الجمار؟ تأخذ مسألة الصبر الجميل من صبر سيدنا إبراهيم عليه السلام، وتأخذ عداءك للشيطان، وليس أن تأخذ الشيطان معك إلى منى. فلا بد عليك إذن أن تمشي إلى إلى الخيام، نقصد إلى خيامك في منى في مخيم الجزائريين. لماذا؟ لتعلن عداءك للشيطان هناك. إذن من المشكلة وتبقى مطروحة إلى أن يجعل الله لنا فيها مخرجة. ولكن في الحقيقة ليست المخيمات أو الخيام هي التي تضيق بأهلها، وإنما قلوبنا هي التي تضيق. لا حل لنا في منى إلا أن نصبر صبرا جميلا، وهناك هو الامتحان الحقيقي. هناك يكون كظم الغيظ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظه وهو قادر على أن يمضيه فلم يمضيه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا، سيرضيك الله تبارك وتعالى. من أن نستنزل الرحمات بأن نرحم بعضنا البعض، فغير معقول كنا على عرفة نستجدي رحمة ربنا تبارك وتعالى لنأتي إلى منى فننسى هذه الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يضبط المعنى فيقول لنا: الراحمون يرحمهم الله، ويقول لنا: من لا يرحم لا يرحم. فلا نجد هذه الرحمة بيننا. كل الناس في منى مضغوطين، كل الناس في وضعيات غير طبيعية، كل الناس يعني يحسون بالتعب بالمشقة، المكان ضيق، وأيضا يعني نفس الناس عند بعضه البعض. فنحتاج إذن إلى بعض الحلول حتى قلنا نستنزل رحمات الله تبارك وتعالى. وتتمايز الخيم في منى، فبعض الخيمات فيها من الذكر ما فيها، فيها من رحمات الله ما فيها، فيها من حضور الملائكة ما فيها، وبعض الخيام أخرى تنفر الملائكة منها.
بسبب ما يكثر فيها من مشحنات، فنختار لأنفسنا ماذا نريد. إذن في منن قلنا لابد علينا أن نضبط أنفسنا قدر ما استطعنا، وحتى إذا خرجنا عن السيطرة وقال الإنسان كلام، نحن قلنا أن ربنا تبارك وتعالى رحمته واسعة، لم يوصي، قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، هكذا وصانا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخطأت وخرج منك شيء تسامح مع الناس، لا تترك الأمور هكذا متروكة. ثم اتهم نفسك قدر ما استطعت، ربما أنا قلت كلمة، ربما فعلت فعل، ربما ليبقى الإنسان يبكي ويتدمر، فهذا ليس صبر جميل، والمطلوب منك الصبر الجميل. شيء آخر، نعول على الناس المتعلمين والناس المثقفين أن يكونوا عونا ها هناك. كيف؟ بأن يجمعوا الناس على الذكر، أذكار الصباح، أذكار المساء، القلوب هناك عن تجربة تكون مكسورة مهيئة لأن تكن ولأن تخشع لله تبارك وتعالى. فالمرشدات غير كافيات للنساء ولا المرشدين، فيجعل الإنسان نفسه نافعا في تلك الخيمة، ينفع نفسه وينفع غيره حين يجمع الناس على الأذكار، على القرآن، قراءة القرآن. جميل الإنسان الذي يريد أن يذهب هناك وأن يكون نافعا، يأخذ معه ولو يعني رياض الصالحين في الأحاديث القدسية، تلك الأحاديث التي تكسر القلوب والنفوس معا، فيكون مفيدا. يقرأ فقط، غير مطلوب منه أن يشرح، فالأمر لا يحتاج إلى تخصص في الشريعة أو شيء من هذا القبيل. وهذه تجربة كانت رائعة في منى لبعض الخيام. الأمر الذي أيضا نقوله هي مسألة الحكم الشرعي. لما نحن زاهدين في الحكم الشرعي الذي ربنا تبارك وتعالى فرج به عن الناس، وإن كان يحتاج إلى همة الرجال، يحتاج إلى شباب واعي، يحتاج إلى ناس تؤثر على نفسها، فأنت يمكنك ألا تدخل تلك الخيام أصلا وتترك المكان للضعفاء وللشيوخ وللنساء. العجب أن نصل أو نجد يعني اليوم بعض الشباب يستولي على خيمة ويرفض أي واحد أن يدخل معه. هناك حل يعني رائع وهو الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي يقول ماذا أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الفضليات؟ يقول بأنه المفروض عليك أن تبقى في منى معظم الليل. أنت عندك من الغروب إلى ما بعد 12 ليلا، هذا معناه أنك بقيت في منى معظم الليل. بعد 12 ليلا واحدة ليلا تستطيع أن تنزل إلى مكة. القادر على المشي يؤثر على نفسه، وتذكر أن على قدر المشقة يكون الأجر، فتحتاج فقط إلى علو همة أنك تريد بذلك أن تحل المشكلة في منى، أن تعين، أن لا تدخل في اصطدامات مع الناس، فالأجر هنا عظيم جدا لو ينتبه له شبابنا. فتنزل بعد منتصف الليل يعني على الساعة الواحدة، تنزل إلى مكة، تستريح فيها وتأخذ غسلك وتصلي فيها ما استطعت. ثاني يوم يعني بعد العصر تستطيع أن تصعد إلى منى مرة أخرى، يعني ثم بعد تبقى نفس الشيء هذا الوقت من الليل. وانتبه أن المشكلة كلها هي الليلة الأولى في منى، بعد ذلك تبدأ منى تفرخ من الناس. فلو استطاع بعض الناس أن يتحمل هذا المشي ليلة واحدة يكون أكرم ويكون أفضل، فيكون ممن توسعوا في المجلس. وقلنا أن من أخلاق الحج المبرور ومواصفاته هي التوسع في المجالس. أيضا أن يكون الإنسان هناك ليس في بحبوحة، بعض الناس تأتي بمتاعها تضعها بجانبها وتقول لك لا، تأخذ مكان إنسان آخر بهذه المتاع. ونحن قلنا نحاول أن نأخذ المتاع كثيرا، خاصة وعندنا وجبة يعني مضمونة يعني يأكلها الناس. أيضا نتفقد بعضنا البعض، قلنا حتى نستنزل رحمات الله علينا، نتفقد بعضنا البعض. في بعض الأحيان لا يصل الطعام بعض الخيمات وبعض الناس، نتفقد، قال هذا أكلوا ليس أكلوا. حاول أن تكون أنفع الناس وأحب الناس إلى الله، وقلنا أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، فأنت حاول أن تكون نافعا ها هناك، فهذا أفضل لك. ربما أخي رباح وإن كنت أطل يعني الحديث، كانت تلوح والله بين عيني كلمة وصف الله بها هذا المشهد، يعني جزاك نعم. الله خيرا، يعني اصبر فإنما هي هن ليال. الله سبحانه نعم. وتعالى قال واذكروا الله في أيام معدودات. نعم، قال جماهير المفسرين أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق. أيام التشريق هما 11 و12 و13 من ذي الحجة، يعني ما يلي يوم النحر. هذا وأكثر شيء الناس تستعجل،
تعرف آخر يوم تجد عرفة شبه فارغة. نعم. رأيت نعم. كي عفوا نعم عفوا مينا شبه نعم. فمن تعجل في يومين يأخذون فلا بهذا فلا نعم. إثم عليه. نعم. نعم. فالفكرة أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك أو جعل تلك الأيام أياما معدودات، يعني في رسالة إلى أن هذه الأيام مجرد أيام معدودة. أمرنا الله بالذكر قبلها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ووعدنا النبي بأن مكة تتوسع بأهلها كما تتوسع الرحم، وأظن الساعة التي في القلوب هي أهم من الساعة التي في الأماكن في ذلك المكان. ثم قال الله سبحانه وتعالى بأن تلك الأيام معدودات. الإمام الشافعي قال بأن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعلومات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الحج هي أيام العشر من ذي الحجة. واذكروا الله في أيام معلومات أي أيام العشر من ذي الحجة، واذكروا الله في أيام معدودات أي أيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة التي تلي يوم النحر. فبعد أن خرج الحاج من مزدلفة، حتى في مزدلفة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا سودة، وكانت ثبطة يعني ثقيلة الحركة، أذن لها ولضعافة أهله، وكان منهم ابن عباس ابن عمه، وكان يعني غلاما مراهقا، أذن لهم بالخروج من مزدلفة ليصلوا إلى منى في ليلة النحر، ثم يكون ذلك التقارب الودي بين الحجاج. ولنا في الرخص يعني نعم. الحمد لله الرخص الشرعية متسع، كما قال بعض أهل العلم ليس الورع تحريم كل شيء فإنه بمقدور كل أحد، ولكن الورع كل الورع أخذ الرخصة عن دليل أو أخذ الرخصة عن ثقة، طالما هناك فسحة ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلا داعي أن أحمل نفسي وأهلي وغيري فوق طاقتهم لأجل أن أتمسك بالجلوس 3 أيام بلياليهن، ولا أخرج من خيمتي أو لا أخرج من محلتي، وفي الأمر فسحة. نعم. ثم بعد ذلك نذهب إلى مسألة الرمي، وهنا وقفة الحقيقة يعني ألا وهي وقفة النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء مطولا. لعل ثاني أطول فترة دعا النبي صلى الله عليه وسلم في حجه فيها هي ما بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية، بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى، وبعد الثالثة لم يدعو. وبذلك قال بعض أهل العلم أن الدعاء يتضمن العبادة فهو أفضل مما يتبع العبادة، وعلى ذلك حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدع دبر كل صلاة، يعني في آخر كل صلاة قبل التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت أطول وقفة دعائية له صلى الله عليه وسلم في عرفات، ودع الله في مزدلفة، ودع الله في الرمي، ودع الله على الصفا، ودع الله عند المروة. هذه وقفات واضحة للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ودع الله سبحانه وتعالى في الخيف لما خرج، ليس مسجد الخيف في منى، إنما الخيف الذي اجتمعت فيه قريش يوم أبرموا الصحيفة الظالمة وعقدوا النية على حصار شعب أبي طالب، وحصروا النبي 3 سنين، وامتنعوا من بيعه أو الشراء منه أو تزويج يعني من مع النبي أو الزواج منهم، حتى يعني أكلت تلك الصحيفة القرض كما هو معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعلم الناس لما أراد أن يخرج من منى أنه سيبيت أو سيمر على خيف بني سعد، فسمع أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد من نفسه وضرب للنبي قبة في ذلك المكان، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه 4 فروض، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم ذهب باتجاه مكة ليطوف وداعه صلى الله عليه وسلم. طبعا تعلمون بأن طواف الوداع هو آخر عهد الحاج في مكة المكرمة، والحاج يدخل مكة بطواف ويخرج منها بطواف، ويتخلل ذلك طواف الإفاضة، لكن الله سبحانه وتعالى أذن للحائض
التي لا تستطيع الطواف أن تخرج من مكة، ولا حرج عليها إن لم تطف طواف الوداع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له بأن أحد زوجاته وهي سيدة عائشة نفست، فقال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله طاف الطواف الإفاضة، قال إذن تنفر. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة على عظيم يعني مكانة مكة، وعلى عظيم يعني تلك الروحانيات التي تسكب والعبرات التي تسكب في ذلك المكان، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انقضى حجه حتى ودع مكة ورجع إلى المدينة المنورة. هذه الوقفة الحقيقة وقفة الوداع لعلها من أصعب الساعات التي سيمر بها الحاج، لحظة وداع الكعبة المشرفة، لحظة يسلم على الحرم، يسلم على تلك الكعبة التي عظم الله ما حولها بتعظيمها، فهي نواة المسجد الحرام التي جعلها الله مسجدا له، التي نادى إبراهيم بعد أن رفع قواعدها أيها الناس إن الله اتخذ بيتا فحجوه، ثم جعل المسجد حرما للكعبة، وجعل مكة حرما للمسجد، وجعل الجزيرة العرب حرما لمكة. هذه الكعبة المشرفة عندما تقف إليها أو تقف عندها وتنظر إليها وتحدث نفسك، لعلي لا ألقاها بعد عامي هذا، لعلي لا أراها مرة أخرى، وأنت تراها تسبح في بحر من الأنوار مع تلك أو أولئك الطائفين حولها، يعني موقف من أصعب المواقف التي يمكن أن يمر على الحاج. ثم يطوف ودعاه، ولربما يذهب إلى المدينة المنورة التي سنذهب إليها إن شاء الله في حلقة قادمة معنا يعني دقائق بسيطة دكتورة في مسألة يعني المبيت في ميناء أو الوداع، إذا كنت تحدثين عن شيء في ذلك. طيب أنا أريد أن أرجع إلى ميناء في الحقيقة. نعم. لأنه قلت والله تستحق الحقيقة مسألة. نعم. ميناء عقدة في كل ما تحمل الكلمة. نتمنى من حجاجنا الميامين أن يفهموا علينا ما نقول، ها هناك اختبارك الحقيقي، لأن في ميناء بإذن الله إذا استطعت أن تمر بهذا اليوم الأول خاصة. نعم. أين لأنه هو الأصعب والليلة الأولى هي الأصعب، فإنك ماذا إن شاء الله تبشر بالقبول وتبشر بالجنة. لذلك لا ننسى مسألة التهليل والتكبير، فإن فيها من الخير، وهي أيام عيد، فالإنسان يكثر من هذه الأذكار. والعبرة التي نريد أن نقولها هو أن نشغل حجاجنا. المتعلم يشغل الإنسان الذي لا يعلم، وقلنا أن القلوب هناك مهيئة لأن تسمع ومهيئة لأن تكن. رأينا يعني بعض الحاجات صعبات الميراث وغير ذلك، فإن ماذا بهذا الذكر أصبح الناس متسامحون، متحبون فيما بينهم، متعاونون داخل نفس الخيمة. ونحن إذا قلنا لحجاجنا الميامين الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا تدمر، فإن لا نقصد بذلك ألا يرى الأخطاء وألا يرى التقصيرات، فلابد من إيصال هذه التقصيرات والأخطاء للمشرفين على هذا العمل من أجل تصحيحها، فهذا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن نقول للحاج ليس وقتها، ثم الطريقة مطلوبة، أنت حاج بيت الله الحرام، وبالتالي تحتاج إلى أن تطرح المشاكل دون العدوانية التي نراها تظهر على بعض الحجاج والحاجات، هذا ما قصدناه. والحقيقة أردت أيضا أن أشير لبعض الأخطاء التي تحدث في ميناء بالنسبة لحجاجنا الذين يزورون يعني أو الذين يحجون لأول مرة، أو أيضا الذين سبق لهم الحج. هناك نقطة الاختلاط داخل ميناء. بعض الحجاج تجد ماذا عنده أمه في خيمة، تجده رفع هكذا يعني الستارة عن خيمة النساء ويبحث عن أمه أو عن أخته، يعني يرضي من هذا؟ الحاجات داخل الخيمات، في بعض الحاجات تنزع يعني تنزع خمارها لتستريح، الحرارة مرتفعة فبعضهم لا يتحمل أن يلبس إلى غير ذلك، فتجد بعض الحاجات مضطجعة نائمة، فكيف أنت تطلع على الحجاج بهذا الشكل؟ هذا لا يصح يا حاج، وإنما أنت تناديها. بعضهم يقول لك لا يحب أن ينادي باسم زوجته أو اسم كذا، خلاص يا أخت فلان، يا أم فلان، يا زوجة فلان، وهكذا تسمع ولكن بعيد. أو أن إنسان امرأة مرة قال يا امرأة انظري لي، فهذا لا حرج فيه. أيضا هناك بدعة يعني موجودة داخل ميناء خرجت هذه الأعوام الأخيرة، يعني من بعض الحجات، يعني نسأل الله أن يغفر
لمن خرج بهذه أولا السرعة أنه يريد أن يغتسل لا بأس يعني، لكن اغتساله داخل المراحيض، الناس تنتظر في حالة عسر، وهن يعني تصور أنت تأخذ راحتها في أن تغسل، ويبدأ يعني الكلام الجادح وتبدأ الكلام الذي لا يصح وغير ذلك، أين في منن؟ ثم يعني الأشنع من ذلك هو أن بعض الحاجات عندها لباسها الخاص، تقوم بغسله ونشره هكذا في منن أمام الحجاج وتقول لك وبعد. الحياء مطلوب، بل أحوج ما نكون إلى الحياء في ذلك المكان، أنت في جوار الله تبارك وتعالى وفي ضيافة الرحمن، لا تنزعي هذه الفكرة من رأسك، أنت في ضيافة الرحمن، فالأوجب أن يكون حياءك أشد من حياءك وأنت في بلدك. ثم أيضا مسألة التبذير هذه للطعام، يأخذ الحجاج فوق حاجتهم ثم يتركون الطعام مرمي هناك، وربما بعض الآخر لم يصله بعد. عندك أيضا بعض الحاجات تتهاون في مسألة رمي الجمار وتنوب عنها يعني زوجها، أو تقول بغير عذر حتى عذر، أو تقول لك أنا تعبانة، أو الزحام شديد، أو شيء من هذا القبيل. الزحام لا يبقى شديدا، خاصة الآن الأمور أصبحت ميسرة، فلا تتهاون النساء في هذه المسألة، إذ لابد عليك أن ترمي الجمار بنفسك، إنما رخصة النيابة هاته في رمي الجمار خاصة بالضعفاء وخاصة بالمرضى ولها ظروفها، فلا يفتي الإنسان من عنده، وإنما يبحث عن الفتوى الصحيحة في هذه المسألة. إذن ربما هي نعم أخطاء كثيرة، لا أدري كيف أجملها، إنما نقول يحاول الإنسان يتقي الله حيث ما استطاع، وإذا خرجت منه الأمور وضاع منه الصواب كما يسميه الأستاذ رباح البوصلة، فإنه ماذا؟ يستغفر الله ويرجع إليه تائبا. وأيضا جميل أن يكثر من كلمة سامحني سامحني، فهذا أحرى بأن تنزل الرحمات. إذن منن ومن طواف الوداع نودعكم في هذه الحلقة، سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته.